ضرورة تعلم أسماء الله عز وجل وصفاته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وهذه الآية تندرج تحتها عدة فوائد، تلك الفوائد بمثابة الأصول في مثل هذا الأصل الذي هو توحيد الأسماء والصفات. من الفوائد: الله جل وعلا أمرنا بأن نتدبر القرآن، وأعظم الآيات التي تتدبر هي الآيات المتعلقة بأسماء الله وصفاته. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولذا لما كانت سورة الفاتحة أعظم سورة؟ لما كانت آية الكرسي أعظم آية؟ لما كانت سورة الإخلاص قل هو الله أحد لما تعدل ثلث القرآن؟ لما؟ لأنها تضمنت التوحيد، ومن ذلك توحيد الأسماء والصفات.